بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبتي في الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 8/7/2024 معنا اليوم كلام لأحد الإخوة وإمام مسجد وحافظ لكتاب الله، وكان له كلام سابق وقصة عن الاستغفار، ويريد أن يحدثكم عن أمور سنسمع له، ولكن بدي أدخل على المراسلات التي بيني وبين أبو عبد الرحمن المشرف على جروب الرجال في الواتساب. فوت شوف شو ببعث. طبعا أنا نقلت من الواتساب للتليجرام، لأنه الواتساب عندي، التليجرام ممكن يكون في الموبايلين، ممكن التليجرام يكون في الموبايلين، أما الواتساب فقط في موبايل واحد. عشان هيك أنا بنقل من الواتساب على التليجرام، من الواتساب على التليجرام، عشان أنا أستطيع أني أصور الشاشة وأتكلم معكم، حتى نشوف شو ببعث أبو عبد الرحمن المشرف، ببعث لي لما ببعث لي شو بتكلم معاي، شو ببعث لي هيك، هنشوف. وكله والقصة تبعت الأخ سنصلها ونسمعها إن شاء الله، قصة الأخ نسمعها ونستمر إن شاء الله. طيب، هذا الأخ عدنان، واحد المتابعين معنا، فتح قناة جديدة وهو يتكلم عن نفسه، ماذا وجد من الاستغفار وماذا وجد من سورة البقرة. نقول إن شاء الله نطلب من الإخوة أن يشتركوا في قناته، وهو موجود معنا في سجل، يعني وضعنا قناته مع قائمة الجروبات والقنوات التي هي معنا. نعم، فهاي وصلتني هاي من أبو، طبعا هاي رسائل من الأخ أبو عبد الرحمن المشرف. هنا سؤال طبعا، لأنه أخي محمد ذكرت أن التغيير الرباني قادم، ممكن توضح لي؟ طيب أنا هذا السؤال وصل لأخ أبو عبد الرحمن، فهو ببعث لي، ببعث للصاحب الرسالة، تمام الآن أرسله. طيب إن شاء الله سأتكلم عن ذاك، لكن ذكرني إن نسيت، هذا كلامي يعني طبعا. طيب خلال يومين، المهم استهونا منفوت إحنا على مقطع صوتي يوصلني، يا مقطع صوتي. السلام عليكم. نسمع المقطع الصوتي ماذا يتكلم وقصة الأخ المصري الحافظ كتاب الله، نسمعه إن شاء الله. السلام عليكم وبركاته، حياك الله أستاذي أبو عبد الرحمن، أسعد الله مساءكم جميعا، كيف الحال، طيبون؟ أحببت أن أشارككم همسة من اللطائف والثمرات التي استقرت في قلبي. لحظة، مش متأكدة هي نفس القصة؟ لا هي مش نفس القصة، سنسمع كمان بس عشان أقرب الصوت على بعضه، عشان أقرب الصوت على بعضه حبيت أني أسجلها كذا بكل النوايا التي نويناها. السلام عليكم وبركاته، حياك الله أستاذي أبو عبد الرحمن، أسعد الله مساءكم جميعا، كيف الحال، طيبون؟ أحببت أن أشارككم همسة من اللطائف والثمرات التي استقرت في قلبي وكشف الله غمامة عن قلبي بعد التزامي بسورة البقرة والاستغفار. الحقيقة ما كل يوم أنا أوصل إلى 30,000، ما كل يوم، ولكن أجتهد إلى أن أصل 30 أكثر أقل مع قراءة سورة البقرة يوميا، الحمد لله، بعد صلاة الفجر يوميا أول شيء أقرأ سورة البقرة، ثم أبدأ في أذكار الصباح يوميا، الآن مستمر من فترة كذا تقريبا، الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله الثبات، ونسأل الله الاستمرار، نسأل الله أن يعيننا على الثبات. والله يا أبو عبد الرحمن، من الأشياء اللي الله سبحانه وتعالى نورها أو نورني بها ونور بها قلبي، أن لا أجعل مع الله إلها آخر. والله يا أخي، والله إني اكتشفت نفسي أنني واقع في شرك خفي، والله، وأنا أعترف
أنا ما أقول لك هذا الكلام تزكية لنفسي، لكن أقول من الثمرات التي وجدتها. والله يا أبو عبد الرحمن أني اكتشفت أني أنا واقع في شرك خفي. مثل ماذا؟ يعني أنا مثلا الآن مقدم على وظيفة، قدمت على وظيفة في المكان الفلاني، يعني الآن خلاص أنا قدمت. السبب الأول، السبب أنك أنت قدمت، خلاص هذا هو السعي، هذا السبب أنا قدمته. لكن أنا اللي وقعت فيه أني أكلم فلان، فلان عنده واسطة، فلان يعرف فلان، فلان اللي بيسوي الترتيب، فلان اللي بيقدر يرتب الموضوع، فلان اللي بيقدر يقدم اسمي، فلان اللي بيقدر يمشي لمعاملتي. والله الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: لا تجعل مع الله إلها آخر، في سورة إسراء، لا تجعل مع الله إلها آخر. يعني حاشا وكلا والله، لكن ذاك تعليم للأمة، تعليم لنا نحن، أن لا أجعل مع الله شريك أبدا. ولكن أنا اكتشفت نفسي أني واقع في هذا الشرك الخفي، الشرك البسيط هذا. والله لربما أن الله سبحانه وتعالى عاقبني بتأخير الوظيفة، وعاقبني بتأخير الفرج، بسبب أني اتجهت إلى غير الله. الصورة العامة والواضحة أنا معتمد على الله، لكن في داخل قلبي أنا أسأل فلان، ولما أسمع فلان، ولما أطرق باب فلان أدعو. صحيح أدعو، ما منقطع من الدعاء، لكن في قلبي هناك، في خلف الكواليس، أن فلان بيضبط الموضوع. ولكن الحمد لله، الحمد لله، الله نور بصيرتي، الله سبحانه وتعالى نور بصيرتي وصرفني، يعني وكشفت الحقيقة وصرفني عن هذا الطلب، أن لا أطلب إلا الله. يعني كما قال فضيل بن عياض لذلك الفتى: تعال يا بني أعلمك يعني أعظم كلام في الدنيا. وش قال الكلام أو فيما معناه؟ أن إذا أردت الله أن يستجيب دعائك، اصرف كل ما سوى الله من قلبك. معنى الكلام يعني اصرف كل ما سوى الله من قلبك أبدا. يعني لا أنظر للمدير، لا أنظر للوزير، لا أنظر للمسؤول، لا أنظر للملك، لا أنظر لأحد، فقط إلى ملك الملوك، إلى الواحد الأحد الفرد الصمد. هو يعطي من يشاء بغير حساب. فهذا والله من الثمرات اللطيفة. حتى أني أنا أقول لك يعني في موضوع بسيط جدا، موضوع بسيط جدا، كان واحد من الأخوة يعني يمانيني أن أنا بعطيك كذا وأنا بعطيك كذا، ودائما دائما يؤمنني. الآن أصبحت أنا اللي أنصرف عنه، أنا الآن أصبحت أهرب عنه، ما أريد أشوفه ولا أريد حتى أكلمه، بسبب أني أقول حتى لا أقع في شرك، حتى لا أطلب إلا الله، ورب العالمين هو الذي سيدبرني. والحمد لله الله يدبرها ميمنة وميسرة. فهذه تربية حقيقة، يعني الاستمرار على سورة البقرة. الله سبحانه وتعالى يكشف لنا الحجب، والله سبحانه وتعالى ينور لنا البصيرة، ويفتح لنا الطرق، ويفتح لنا البصائر، ويعني الله سبحانه وتعالى يطلعنا على السرائر، وهو أعلم بما في الصدور. فهذا من الأشياء يا أخواني، والله يا أبو عبد الرحمن حبيت أني أشارككم بها وأشارك أخواني. والحمد لله أولا وآخرا جزاكم الله خير، أنت والأبو أحمد نورتونا، والله سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناتكم. ونسأل الله الاستمرار، نسأل الله أن يفتح لنا من خزائن السماء ومن بركات الأرض بالاستغفار وبسورة البقرة. والحمد لله أنا أبشرك ترى المشروع اللي خبرتك عنه إن شاء الله مستمر فيه، جددت الآن بتاريخ 1 ذي الحجة اللي هو مشروع المليون استغفار بداية من أمس، وإن شاء الله مستمرين فيه، يعني طول شهر محرم إن شاء الله ننجز مليون استغفار بكل النوايا التي ننويها، بكل النوايا التي نويناها، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. فحبيت أشارككم، سامحني على الإطالة، ونسأل الله التوفيق. السلام عليكم. شفت وكأنه ولد من جديد، بالله عليكم ما رسالته، وكأنه ولد من جديد، وكأنه كانت ضايعة ولقاها، وكأنه كانت ضايعة ما لا يهتدي سبيل، والآن اهتدى السبيل، الآن هو فرحان، الآن هو بده يساوي مليون استغفار شهري اليوم. هكذا نعم، عندما يعرف المرء ربه يعرف شو الخلل. نعم، الشرك الخفي، إياكم. شايف كل إشي بتعملوه، كله استغفار، صلاة، قراءة قرآن، كلياته. وتنسب فضل إنه واحد شايف بده واسطة وبده كذا لغير الله، بزعل الله، بيحبط كل عمل. الله بيختبرنا يا جماعة، هيك يصلب بعودنا، يختبرنا شوي، بشد علينا الله. كيف يعني انت كمان بتشد على ابنك، بتخلوش يعني كي مايط كيف بقولوها، وانت بتشد على ابنك عشان يطلع راجل. وهكذا الله بيشد عليك عشان يكون ايمانك قوي ومصدق وثابت. مع الاستغفار سيثبتك الله. هكذا
وسورة البقرة طبعا لها القسط الأكبر في تحقيق التوحيد الحقيقي المطبق. في توحيد كتب نقرأ وهكذا، لكن في توحيد تطبيقي تطبقه، لا تلتفت لغير الله ابدا ابدا، ولا يخطر على بالك ان تخطر ان 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 يعني اذا انا بدي اسال فلان مش من باب انه يعني بيحل ولا بربط، لا، لانه هو موجود مثلا في المؤسسه، يعني بدي ادفع مثلا اوراق الضريبه للبلديه مثلا، فانا بسال الموظف يعني كم عندي مثلا دفعات وكيف انه مثلا هكذا، لا، لانه هو موظف بيشتغل هذا الشغل مش من باب انه بحل وبربط يعني مع الله، لا 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 لا. فبالقلب يقينا ان الله الذي بيحل وبربط، وكلنا ولا شيء. نسمع اخونا ابو عبد الرحمن، طبعا هو المشرف على جروب الرجال مع الاخ حذيفه، جروب الرجال في الواتساب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مجموعه تدلوا عني ولو آية، المجموعه الاولى والثانيه، استغفار سوره البقره، الاخ محمد حجازي. بالأمس الأخ محمد أرسل مقطع للأخ سلطان المجنوني وهو من سكان مكة، والقصة طبعا كانت تتكلم عن الاستغفار اللي أرسلها طبعا. وأنا في أحد مقاطع الأخ سلطان سمعت له موقف حصل له هو، يقول هذا، يقول الأخ سلطان، وأنا سمعتها من أحد حلقاته وأحد لقاءاته عبر اليوتيوب طبعا، يقول أنا صليت في مسجد وجاءني واحد وقال أهلين يا أخ سلطان وكيف حالك وعساك طيب. يقول أنا يعني ما عرفت الرجل، يقول أنا يعني أطلع في اليوتيوب والناس يعرفوني لكن أنا ما عرفت الرجل. قال يا أخي تدري؟ قلت يا نعم. يقول أنا طبعا دخلت المسجد وفي رمضان وأبحث عن مكان في الصف الأول، إذ بالأخ هذا يعني هو اللي يزحف ويشوف لي مكان، وصليت وجلست بجنبه وقال خلني أعلمك بالقصة اللي خلتني أنا أجي هذا المسجد وأصلي فيه. قلت يعني كيف؟ قال يا أخي أنت في أحد المرات تكلمت عن صلحت لقاء مع أحد الأئمة في مساجد مكة وقلت إنه في المسجد الفلاني اللي هو هذا اللي إحنا فيه، فأنا يعني ما كنت أعرف إنه موجود لولا إنك أنت تكلمت عنه في أحد المرات وفي أحد اللقاءات. فيقول أنت السبب اللي خلاني أنا أجي. وتخيل يقول أنا أجي من مكة أنا وزوجتي وأمي، أجي أصلي في مكة في هذا المسجد وأنا كنت منذ فترة أبحث عنه وأنت كنت السبب. قال هيا طيب. لكن يقول يا شيخ أنا عندي مشكلة، والله أنا والله أنا عندي مشكلة، أنا تزوجت ولكن لفترة من الزواج، لكن أنا أحلم أن يكون معي ذرية وأن يكون لي أبناء. قال أخ سلطان المجنوني، قال شوف أنا بعطيك شيء بس بشرط، إذا طبقته يعني واجتهدت في تطبيقه إن شاء الله بحول تعالى إنك ترزق الذرية. قال له يا أخي أنا والله أصلا أنا وزوجتي والله ما خلينا مستشفى، نبغى الذرية، أنا تزوجت ولي كم سنة أبحث، أنا يعني ما تركنا عيادة ما تركنا طبيب، كل مرة وإحنا نروح والنتائج لا شيء، عقاقير وعلاجات وإيش وي 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 وتحاليل والله ولا شيء، لكن ما عندي مشكلة أنت قول لي إيش هو هذا الشيء وأنا إن شاء الله أني أوعدك إن شاء الله أني ألتزم فيه أنا وزوجتي. قال اسمع يا أخي، الله عز وجل يقول فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يا أخي استغفر، يقول استغفر يا أخي، يقول استغفر بالليل والنهار زي ما علمنا الأخ محمد حجازي. قال أنا قلت له استغفر بالليل والنهار وألزم الاستغفار، والرسول قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال هات وعدني أنك أنت تلتزم فيه، أبغاك تسوي لنفسك يعني جدول يومي، اقطع نفسك لو بس في اليوم ساعة أنت وزوجتك تتعهدون أنكم أنتم تجلسون تستغفرون ساعة في الصبح وساعة مثلا في الليل. لا لا والله قلت له الكلام هذا وفهمته
وصلينا عاد طبعا صلاه العشاء والتراويح. يقول انا والله رحت من حالي وفي حالي، وقال يا شيخ بالله تكفى انك تعطيني رقمك، يعني يكون بيني وبينك تواصل ومدري ويش وكذا. لا والله فعلا انا اعطيته الرقم، وعشان ما انسى كتبت اسمه واسم المسجد اللي قابلته فيه. المسجد هذا والله نسيته، هو مسجد العمودي في مكه. قال المهم يقول كتبت اسمه وجنب اسم المسجد عشان اتذكر انه هو نفس الشخص اللي قابلته. والله قاعد يقول قاعد فتره والله ما ادري، يقول شهرين ما ادري كم ثلاث شهور، انه هو يتصل علي يقول انا ذاك اليوم عندي حاله وفاه الوالده. الشيخ سلطان يقول توفيت الوالده وانا في العزاء. يجيني ارقام ويجيني اتصالات من الناس يعزوني. المهم قال الا ويظهر لي رقم هذا الاخ مكتوب اسمه واسم المسجد. والله يا ولد خليني ارد. رديت عليه الا هو رجل يعني يكلمني باستبشار وبفرح وبسرور بشكل عجيب. كيف حالك يا شيخ سلطان؟ انت عرفتني؟ قال له والله يا اخي اني ما عرفتك، وانا والله في ما حبيت اقول اني انا عندي عزاء. يقول لا حبيت اني سكت ساكت وصرحت الوضع طبيعي. ايوه نعم يا اخي. قال ابشرك يا شيخ سلطان والله اني لزمت وصيتك، الله يكتب اجرك ويجزاك بالخير. والله اني دوبي طالع انا والزوجه من المستوصف وسوينا تحاليل، وابشرك ان الحمد لله ان الزوجه حامل. والله يا شيخ اكتب اجرك ويجزاك بالخير على ذليتي على الاستغفار. الرجل يقول والله العظيم بيطير من الفرحه، بس يقول انا ما حبيت اني انا ايش يعني اقتل فرحته واقول انا عندي عزاء ولا شيء، سكت وخلاص. شفتم يا اخوان يعني الاستغفار كيف. هذه قصه الاخ مع الاخ سلطان موجوده في اليوتيوب ان شاء الله. لمن اراد منكم للتوثيق اني انا ارسل له المقطع كامل، حبيت اني انا اقولها لكم اسلوبي الخاص. واسال الله عز وجل يسعدكم ويوفقكم، والزموا الاستغفار بالليل والنهار. والله ثم والله ثم والله ان الاستغفار هو باب لكسر كل المغاليق بحول الله تعالى، وتجدون الثمره يعني فيه. ويا ما يجيني رسائل والله العظيم يا اخوان والله يوميا. الحمد لله، اثبتوا والتزموا بالاستغفار بالليل والنهار، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخ محمد حجازي مع حضرتك ابو بكر من مصر. نسمع قصه الاخ المصري وهو يتكلم بقصته عن الاستغفار، ونستمر ان شاء الله. استمر كل قصص سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، ناس وجدت ضالتها، ناس عرفت انها الذنوب التي يعاقبنا الله عليها. نعم تعلمنا غلط ان الله يغفر كل شيء بالصلاة للصلاة، لكننا مصرين بالذنوب، مصرين بالإباحيات، مصرين بالغيبة والنميمة، بالسب والشتم، مصرين بالرشاوة، مصرين في نعمل كل شيء وبالآخر منفوت نصلي ومنولي أمورنا إلى الخلف سر. لا، أنت عبد ولك رب ولك إله عظيم يأمرك فأطع أطع. قال لك البس اللباس الشرعي، البس اللباس الشرعي. قال لك لا تغتاب فلا تغتاب. قال لك سبحني واذكرني فاذكره كما أمرك. مش تعمل شو بدك وشو برقلك وشو بطول، يعني كما قال أحدهم الحلال ما طالت يدي. عذرا خلينا أبينها كيف. نعم، الحلال ما حل الله، والحرام ما لم تطله يدي. الحرام ما لم تطله يدي فإن طالته فهو حلال. فهمت؟ يعني لما أنا بقول فيش رشاوي فيش رشاوي، حرام الرشاوي، فلكن لما أنا بصل إلى منصب وبصيروا يرشوني، لا في لها باب من طلع لها فتوى هكذا بصير حلال. هذا هو هذا هو هذا هو إحنا بنعبد الله كيف بدنا. في كتاب، في سنة لرسول الله، في كتاب الله قال هذا، بتعرض كلام الله، كلام كل شيء براسك على أقوال الرسول وعلى كلام الله على كتاب الله. يجوز ولا لا يجوز؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخ محمد حجازي مع حضرتك ابو بكر من مصر. انا كان ربنا سبحانه وتعالى الهمني الاستغفار من صغر سني، يعني من الحمد لله من وانا في اولى ثانوي انا كنت حافظ القران، وانا في ابتدائي وانا عندي 8 سنين حفظت القران، وكان ربنا سبحانه وتعالى الهمني الاستغفار وانا في الصغر، وقد يعني رأيت منه عجبا. بس وإحنا صغير والواحد صغير لم يكن يعلم أن هذه الفتوحات كانت بسبب استغفاري، ما كناش نعرف، فكان فاكر أن عادي يعني ما مش في دماغي. وكنت ساعات أستغفر وساعات أرجع، وأكثر ما وجدت من الاستغفار هو المال. يعني صراحة آية المطر لم أجدها أبدا، لا في المنام ولا في الحقيقة، لكن عمري ما استغفرت أبدا إلا وفك الله عز وجل لي مشكلة، قضى الله عز وجل عني حل مشكلة ورزقني من حيث لا أحتسب، سواء كان الرزق ده قليل أو كتير. لكن لما تابعت الأخ محمد حجازي تذكرت الأيام التي مضت، وبدأت يعني إيه أفتكر المشكلة دي اتحلت لما أكثرت من الاستغفار، الفلوس دي جات لما أكثرت من الاستغفار،
وكتبت عندي في كراسة كل الرزق الذي ساقه الله لي منذ أن لزمت الاستغفار، ولما تركت الاستغفار كم المشاكل والمصائب التي ابتلاني الله عز وجل بها. وبالنسبة لموضوع سورة البقرة، فكان عندنا دكتور في جامعة الأزهر هو خد لقب عابد الزمان، لأنه ختم القرآن في الناس بالصلاة أكثر من 2400 مرة. كان ممن فتح الله عز وجل عليه في التقوى والعلم مبلغا عظيما، وكان يقرأ سورة البقرة يوميا 5 مرات، وكان دائما يعظنا أن نقرأ سورة البقرة على الأقل مرة، بس ما كانش بيشرح الشرح بتاع أبو أحمد. لما سمعت عمي أبو أحمد في 2022 لحد دلوقتي، وعرفت فضل سورة البقرة وفضل الاستغفار، فهمت كيف فتح الله عز وجل على الشيخ أسامة عبد العظيم ما فتح عليه في الدين، إن هو كان يقرأ سورة البقرة يوميا 5 مرات طول عمره، حتى مات رحمه الله وعمره 74 سنة. فأنا ما أنا بتكلم عن ما وجدته أنا من الاستغفار أمران: الأمر الأول حل أي مشكلة، والأمر الثاني الرزق من حيث لا يحتسب، أيا كان الرزق ده ملابس، أكل، عربية، موتوسيكل، شقة، فلوس، أيا كان الرزق ده إيه، كل أنواع الرزق ساقه الله لي منذ أن لزمت الاستغفار. فأنا أشجع عم أبو أحمد أن يكمل في طريقي وأن يعظ الناس بالاستغفار، وأنا عندي قصص كثيرة بإذن الله أبعتها لك واحدة واحدة بإذن الله تبارك وتعالى. جزاك الله خير أخي الكريم. واحدة بإذن الله نعم، نشوف نكمل القصص التي تصلني، يعني نكمل الحلقة كيف الرسائل تصلني من أخي أبو عبد الرحمن. طبعا هناك الأخت أم رفيدة كمان المشرفة تبعت الرسائل، قصص المستغفرين، أسئلة السائلين، وهكذا. والحمد لله رب العالمين بنبني دروسنا على هذا الموضوع. طبعا أنا الآن أكملت هذا المقطع تبع الأخ أبو بكر إسماعيل. الآن نشوف هكذا تصل الرسائل عندما تحولها. يعني أحمد الغامدي يقول: هذا الدكتور عايض القرني عندنا مشهور ومعروف. طبعا أنا بعرفه دكتور عايض القرني، عايض القرني نعم، وصاحب كتاب لا تحزن، مع أني لم أقرأ الكتاب، لكن سبحان الله مع الاستغفار لن تحزن أبدا، يكفينا الاستغفار ولن نحزن. لا تحتاج تحتاج فقط لكي لا تحزن سورة البقرة والاستغفار، والله ستفرح كل حياتك إن حملت الاستغفار محمل الجد. لكن سبحان الله المبتدئين بالاستغفار بيستعجلوا، لأنه بيجوا مكروبين ومهمومين، فبصيروا يبحثوا هل استغفاري مقبول، هل استغفاري هكذا. سبحان الله الحمد لله مواصل الاستغفار وسورة البقرة أحيانا مرة وأحيانا مرتين يوميا. وأنا حاليا في الحج، والبارحة في المنام حلمت إن سيدنا أبو ذر، اسمعوا لي هذه الرؤية جميلة، نعم نعم هي جميلة الرؤية، لا أدري نزلتها ولا لم أنزلها. والبارحة في المنام حلمت هذا، طبعا هي الرسالة كانت في موسم الحج مش مبارح، كان في الحج يعني. طيب، والبارحة في المنام حلمت أن سيدنا أبو ذر رضي الله عنه يقول: ذبحنا أو نذبح 30 بقرة. وأنا أقول له: 30 بقرة كثير؟ فرد مبتسما علما إنني لم أحفظ ملامح وجهه، إلا أن إن بشرته تميل إلى السمرة، فهل من رمز لذلك؟ طبعا 30 سبحان الله سورة البقرة وثلاثين ألف استغفار، لربما هذا هو الأفضل، إنه يكون عندك سورة البقرة بالآخر ترسي على مرة واحدة سورة البقرة بالآخر، يعني بالآخر، وثلاثين ألف استغفار إن شاء الله بالآخر يعني، وبيكون معك أشياء أخرى طبعا، لكن هذول الأساسيات. نسمع عائد القرن ماذا يتكلم، يعني كل نص دقيقة الشيخ عائد القرن. لكن سبحان الله، يلا أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أمان بيت الله عز وجل أقول لكم وصية تسهل الأمور، تسمح الصدور. وصية هي يمكن حب النجاة، طوق نجاة، طريق للسلام، تختصر لكل المسافات، سهل بها الوظيفة، قضاء الدين، إجلاء الهم، كشف الكرب،
إزالة كل العوائق في الحياة. الاستغفار الاستغفار، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. الاستغفار 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 ينقلكم من النقص إلى الزيادة، ومن الضعف إلى القوة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذنب إلى التوبة. الاستغفار الاستغفار، فداوموا عليه كثيرا. استغفر الله واتوب إليه، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب إليه. فتح الأقفال بالاستغفار، وسوف تجدون الحياة الرحبة والبهجة والسرور والحبور والنور. الاستغفار. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب هاي قناة أخونا، قناة جديدة بيناها إن شاء الله، ستكون رابطها في صندوق الوصف في أول تعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي، بدي أقرأ هذه الرسالة، يعني أقرب الكاميرا علي يعني عشان الرسالة طويلة، بدي أقربها إن شاء الله عشان أهون الموضوع لربما نزلتها في حلقة. نقرأ الرسالة التي وصلتني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك أخي أستاذ أحمد الغامدي والأخ محمد حجازي والقائمين على هذه القناة. أخونا محمد حجازي أخي، نحن كنا أهل جاهلية، يأكل القوي منا الضعيف، ونشرك بالليل والنهار، ونأكل حق اليتيم، ولا نحافظ على الأمانة، ونخون الجوار، ونقذف المحصنات إلا ما رحم ربي، وسلط الله سلط علينا الحروب، ويقصف ليل والقصف ليل نهار. أخي العزيز، أنا منذ عام دخلت على اليوتيوب أتصفح، وقعت عيني في الصدفة إلى قناة الأخ محمد حجازي حفظ الله ورعاه قبل سنة بدأ يتابع، ولزمت الاستغفار وسورة البقرة، والحد الآن والحمد لله قطفت ثمرة الاستغفار، تحسنت أموري وقضي ديني ورزقني راحة البال، راحة البال سعيدة سعيد واقع حال دون سبب، راحة البال سعيدة واقع الحال دون سبب. كشف الله لي أشخاص مقربين مني وخلاني أكون مستقيمة. نحن من العراق، لا معي أخت الظاهرة يا أخت. قطفت ثمرة الاستغفار، تحسنت أموري وقضى ديني ورزقني راحة البال سعيدة واقع حال دون سبب. كشف لي أشخاص مقربين مني وخلاني أكون مستقيمة. نحن من العراق وتحديدا من محافظة ديالي، وأختي مرت عليها مشاكل مع زوجها وتعطيل الحال. قلت يا أختي إلزم الاستغفار، وأعطيتها قناة الأخ محمد حجازي، وذهبت أختي قبل 3 أشهر والتزمت الاستغفار. أختي كان عندها انحراف في رجلها اليسرى، عندما تمشي يعني الرجل معوجة، مشيتها معوجة طبعا من الولادة. وقلت يعني على أساس هيك مكتوبي، فأنا بحاول أضبط الكتابي. وقلت لأختي إلزم الاستغفار، وأكثرت من الاستغفار. تقول صار عندها ألم في رجلها نعم، صار في ألم عندما أكثرت الاستغفار، صار في ألم في رجلها، يشتد الألم ويخف، يشتد ويزيد، وشيء فشيء فتلاشى الألم، وأصبحت تمشي عليها وتقول، وزوجها يقول لها هل تريدين مساعدة يا أم أولادي، والبيت تأجر إيجار يحلمون. المهم زوجها كمان يعني صار هين لين معها، وإجرها رجلها يعني صارت صحيحة، صارت مشيتها صحيحة وفرحانة، وتشكر أخي محمد حجازي بتاريخ 7/7/2024. أختي تقول الاستغفار معجزة، الاستغفار معجزة، وتبكي من الفرح،
وتشكر أخي محمد حجازي والله حفظكم الله، حفظكم إلى أمة الإسلام ويرفع هذا البلاء عن أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب خلينا نشوف هنا، شوف هذا الكلام شوي. طيب احنا ان شاء الله معنا كمان قصة للأخ أبو بكر إسماعيل، سأنزلها ان شاء الله تباعا بعد هذا الدرس ان شاء الله، لأنه هي شوي بدأ وقت، سأنزلها هاي كلياتها، هاي همس المستغفرات، قناة همس المستغفرات، هاي قناة The Truth أخ محمد إبراهيم السوداني، هاي قناتنا الجديدة، نعم هاي القناة للأخ عدنان، قناة جديدة يتكلم فيها عن قصته مع الاستغفار وسورة البقرة لمدة سنة، وهو قناة جديدة، ادعموا القناة، هاي همس المستغفرات، ادعموا هذه القنوات، هي كلها معنا، هاي جروبات، هاي كلها جروبات معنا، جروبات واتساب، قنوات، الحمد لله رب العالمين، هاي كلها ستجدونها في صندوق الوصف يعني بالتعليق الأول أو على الفيسبوك مع العنوان، ستجدون هذه إنها في اللغة الإنجليزية كذلك. نعم، وهذه القصة إن شاء الله سنتكلم عنها في الدرس القادم، وننهي هنا إن شاء الله، ننهي هنا. نعم إخوتي الكرام، أرجو من الإخوة نشر هذه القصص وهذه الروابط وهذه الحلقات بين الأصحاب بين الأصدقاء، وتكونوا قد بلغتم آية، بلغوا عني ولو آية والدال على الخير كفاعله، عسى الله أن يرفع الغمة عن الأمة وعن أنفسنا وعن مصر الحبيب، وعسى الله أن يلهمنا التوبة والرجوع ولزوم الاستغفار بالليل والنهار. بارك الله فيكم وحياكم الله. نعم قصص لا تنتهي.